السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم. تجديد شاشة آيفون 7 من مؤسسة السمع الخدمات التجارية. بعد ما تم فحص الشاشة والتأكد أنها شغالة، طبعا الشاشة هذه مكسورة، القزاز الخارجي هو اللي مكسور والشاشة لازالت سليمة. فراح نفصل الإطارات وراح ننزع القزاز أو نفصل القزاز ونغيره بقزاز آخر جديد. نبدأ في العملية. بداية نحتاج إلى أن نقص الإطارات من الأطراف لتسهيل عملية الفصل. نستخدم المشرط اللي أنتم تشوفوه، طبعا المشرط هذا شفرات حديد وله شفرات بلاستيكية في استخدام آخر تلاحظوه بعد شوي. طبعا احنا الآن نستخدم المشرط بالشفرة الستيل ستيل الحادة لقص الإطار من الأطراف. بعد ما نقص الإطار من الأطراف راح نتوجه إلى 5 في 1 الجهاز الفصل، جهاز فصل الإطار، جهاز فصل القزاز. 5 في 1 هو 5 مهام في جهاز واحد، من ضمنها فصل القزاز وفصل الإطارات. هذه العمليتين اللي راح نسويها اليوم على الجهاز 5 في 1. عشان نقوم بالعملية هذه، من الأماكن اللي فصلنا فيها قصينا فيها الإطار راح ننزع جوانب الإطار. السحب يكون على الجانب وليس إلى الأعلى، اسحب الإطارات إلى الجوانب. بعد ما تسحب الإطارات راح يبقى فيها قطع صغيرة من البلاستيك المتبقي من الإطار، راح ناخذها بالشفرة الستيل ستيل، نقشطها بشكل خفيف، وبعد كذا نبدأ نفتح مكان للسلك الذهبي. الآن راح نستخدم السلك الذهبي لفصل القزاز عن الشاشة. الطريقة هي أنك أنت توضع السلك في المجرى وتبدأ تمرره يمين يسار يمين يسار قبل ما تبدأ تسحبه تحت الشاشة حتى تتمكن من إدخاله تحت الشاشة، وبعد كذا تبدأ تسحبه بشكل خفيف باتجاهك مع التمرير يمين يسار زي ما تشاهدون في الفيديو. هذه الطريقة بدون شد قوي، شد متوسط تقريبا. اسحب حتى تصل إلى الكابل. طبعا القزاز كان موضوع على الطاولة لمدة دقيقة واحدة، احنا ما نبغى ننتظر فترة طويلة والقزاز موجود على الطاولة، ودرجة الحرارة اللي حنستخدمها هي 80 درجة. طبعا درجة الحرارة انت تضبطها زي ما يناسبك. مر السلك يمين يسار، لا توصل الى الكابل، حاول انك انت تحرك الشاشة من مكانها. بعد ما تتحرك بهذا الشكل خلاص انزعها وصفي الجهاز وجهز لعملية التنظيف او ازالة الغراء. طبعا بعد ما تنزع القزاز راح تحصل تحت طبقة القزاز طبقة من الغراء ثم طبقة البلورايزر. في أحيانا ننزع طبقة البلورايزر كاملة مع الغراء، ولكن اليوم احنا نبغى ننزع الغراء لوحده بدون ما ننزع طبقة البلورايزر للشاشة. الطريقة هي انه نوضع قطعتين قماش على الشاشة ونبدأ نستخدم محلول إذابة الغراء اللي هو 8333. نوزع المادة على قطعة القماش اللي هي مفروشة على الشاشة. الفكرة منها انه يكون في عملية تفاعل ما بين المحلول والغراء الموجود على الشاشة. هذا المحلول هو يذيب الغراء. الغراء طبعا بطبيعته متماسك وقوي ولاصق في الشاشة بشكل قوي، ما تقدر تنزعه، واذا سحبت بقوة اثرت على الشاشة. فبالتالي الطريقة الأمثل هي إذابة الغراء في مكانه وبعد كذا نشيله. الفكرة من وضع القماش على الشاشة أنه
القماش يمنع وصول المحلول إلى الإضاءة الخلفية. إضاءة الشاشة الخلفية إذا وصلها المحلول تأثرت وتعطل الجهاز، أو تتعطل الشاشة ليس الجهاز، هو الشاشة اللي راح تتعطل وبالتالي يصير ما في إضاءة، وتضطر إنك لما تغير الإضاءة الخلفية أو إنك أنت خلاص تسلم وتقول الشاشة خربت. فإحنا نبغى نحافظ على الإضاءة الخلفية ونزيل الغراء من سطح الشاشة. فوضعنا القماش هذا لو تسربت أي مادة من المحلول القماش راح يمتصها باتجاهه ولا يسمح لها بالوصول إلى الباك لايت. طبعا بعد ما وضعنا المادة على الشاشة راح نتركها لمدة لا تقل عن دقيقة، يعني من دقيقة إلى 70 ثانية 80 ثانية، لنسمح لعملية التفاعل، نسمح للمحلول أنه يتفاعل مع الغراء، ياخذ وقت، والوقت هو دقيقة إلى 70 ثانية أو ربما 80 ثانية. بعد ما يتفاعل الغراء راح نفحص الآن نشوف مدى التفاعل اللي حصل، هل الغراء أصبح ضعيف؟ إذا أصبح ضعيف راح نبدأ نزيله. هنستخدم نفس الأداة، الكشط، أداة القص اللي كنا نقص فيها قبل شوي، ولكن الموس أو الشفرة هي مختلفة الآن، الشفرة بلاستيك، الشفرة هي شفرة بلاستيكية وليست الشفرة الستيل ستيل اللي استخدمناها قبل شوي في قص الإطارات. لاحظ إنه الغراء أصبح ضعيف جدا ويتحرك معانا بكل سهولة في الكشط، وما نحتاج إن احنا نضغط على الشاشة بقوة عشان نكشط الغراء، مجرد تمرير، مجرد انك انت تمرر السكين على الشاشة تجد ان الغراء كله طلع وتحرك معاك بكل بساطة. ليس كل الغراء، وانما الطبقة تقريبا 80 الى 85% من الغراء اللي هو بدأ انزال تحرك. الان تبقى طبقة اللي هي الطبقة الملامسة للشاشة او الملامسة للبلورايزر، البلورايزر هو الطبقة اللي تحت الغراء. اي ضغط، اي كشط، اي جرح في البلورايزر راح يعطل الشاشة، فبالتالي احنا نشتغل بشكل خفيف جدا، خفيف جدا جدا. ربما تكون العملية شوية طويلة لكن هي طريقة سليمة لإزالة الغراء. طبعا حاول بين مرة ومرة انك انت تقشط، كل ما بعد ما تحط مادة تتفاعل مع الغراء تبدأ تقشط مرة اخرى حتى يطلع الغراء تماما. العملية التالية هي عملية تنظيف. الآن راح نبدأ بعملية تنظيف من البقايا، ما تبقى من الغراء، زي ما تشاهدون تلاحظون الشاشة فيها بقايا أو آثار الكشط، ولكن معظم الغراء تحرك وطلع معنا. الآن الطبقات الملامسة للبلورايزر هي المطلوب منها إنها تطلع أو تنزال. بدون ما نضغط على الشاشة، الشاشة فيها كريستال سائل، إذا ضغطت على الشاشة بإصبعك راح تأثر على الكريستال السائل داخل الشاشة. إنما العملية هي مجرد عملية مسح على الشاشة. إذا وجدت إنه متبقي غراء، لازال فيه غراء متبقي على الشاشة، أرجع مرة ثانية استخدم نفس العملية اللي احنا استخدمناها أولا، وأترك له فترة، أترك له الوقت للتفاعل. الطريقة هذه لما تفرش قطعة القطن على الشاشة أنت بالشكل هذا تحافظ على الباك لايت، تحافظ على الإضاءة الخلفية، ما يوصل لها توصل لها المادة، لأنه أي مادة تتسرب خارج الشاشة راح يمتصها القماش اللي على الجانبين.
الجانب الأيمن والجانب الأيسر. أي ضغط قوي على الشاشة هو غير صحي بدون أي ضغط، مجرد ملامسة، مجرد ملامسة للشاشة. طبعا هي العملية هذه هي العملية الأطول في عملية تجديد الشاشة، ولكن أحيانا يتحكم فيك الغراء الموجود على الشاشة. الغراء لما يكون طبقته ثقيلة ولزجة جدا، فهذه طريقة أحد الطرق المناسبة لتنظيفه. الشاشة بدأت تنظف معنا، وصلنا تقريبا كم 95 96% تنظيف. إذن احنا قريبين ننتهي من تنظيف الشاشة بشكل كامل. كما تشاهدون شاشتنا أصبحت نظيفة جدا، مكتملة النظافة تقريبا، لم يتبقى أي جزء من الغراء. نضع الشاشة في قالب الضبط. الآن وضعنا الشاشة في قالب الضبط. هناك عملية تنظيف في قالب الضبط تستخدم فيها 530، ربما ما تكون مصورة، ولكن هذه العملية ضرورية جدا إنك تستخدم المادة 530 للتنظيف النهائي. الحين احنا قمنا بفحص الشاشة قبل ما نبدأ في عملية التنظيف النهائية. نفحص الشاشة للتأكد انه عند إزالة القزاز وعند إزالة الغراء والعمليات اللي احنا سويناها، هل احنا أثرنا على الشاشة؟ طبعا الحمد لله لا، ما أثرنا على الشاشة، لا زالت شغالة، اللمس لا زال شغال، كل شيء شغال في الشاشة. راح نكمل العملية الآن، بما أن احنا مطمئنين أن الشاشة لا زالت شغالة، فنكمل عمليتنا ونواصل حتى نضع القزاز. راح نركب قزاز أسود على الشاشة. هذا 530. الآن نبدأ عملية تنظيف، عملية تنظيف نهائية. وأنت تنظف بال 530، أحاول أنك أنت تميل الشاشة يمين ويسار أمام الإضاءة حتى تتأكد إنه ما في أي شوائب، أي شيء يبقى على الشاشة هو سبب للفقاعات. أي شوائب تبقى على الشاشة هي السبب الرئيسي لوجود الفقاعات على الشاشة. القالب أيضا من المهم جدا أن يكون نظيف. الآن راح نركب القزاز على الشاشة. ننزع الشريط اللاصق أو طبقة الحماية الموجودة على القزاز. احنا راح نستخدم 3×1. طبعا 3×1 هو إطار وقزاز مع الغراء، لأنه البلورايزر احنا ما زلناه وهو باقي موجود. هذه طريقة الفصل. انزع الحماية وأبدأ أضع الشاشة من جانب، ثم أسقط الجانب الآخر. أضغط في الوسط باللمسة كما تشاهد في الإبهام، وضعها في الجهاز، ثم أضغط ستارت. طبعا العملية هذه احنا ما صورناها أيضا، ولكن انتهينا من عملية التصفيح، والشاشة الحمد لله زي ما تشوفون سليمة. راح نفحصها بعد الانتهاء من عمليات التجديد. وكما تشاهدون، وألف شكر لكم جميعا، لا تنسونا من الإعجابات والاشتراك معنا في القناة.